طيب التحديات اللي جاية في عام 2024 تحديات صعبة جدا، لأنك هترجع من كأس الأمم على ماتشين في دوري أبطال إفريقيا، شباب بلوزداد يوم 16 فبراير في الجزائر، وبعدها بأسبوع على طول ماتش ميديام الغاني في كوماسي، مباراتين بعد كأس الأمم في دوري الأبطال، الجولة الرابعة والجولة الخامسة. فبالتالي التحديات هتكون صعبة في الفترة اللي جاية، والإنجازات أيضا كانت على مستوى كبير جدا، ومنتخبنا داخل على كأس الأمم الإفريقية. كل التفاصيل دي بالتأكيد لازم دلوقتي أناقشها مع كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الكابتن أسامة عرابي. كابتن أسامة مساء الفل، كل سنة وحضرتك طيب. مساء الفل يا محمد، كل سنة وأنت طيب وخير دايما يا رب، وكل المصريين بخير وبصحة وسعادة، وكل العرب والمسلمين الله يخليك يا رب دايما. كابتن أسامة، يمكن عام 2023 شهد 6 تتويجات للنادي الأهلي سواء محلي قاري دولي، شايف إزاي العمل الدؤوب اللي حصل في عام 2023، وكيف من هذا الإنجاز يستطيع الأهلي تكرار نفس الإنجاز في عام 2024، خاصة أن أول 45 يوم أو شهر ونص في بطولة للأمم الإفريقية لمنتخبنا الوطن، وبعد كده هيكون في ماتشات كثيفة جدا للنادي الأهلي محليا وإفريقيا. بالنسبة للنادي الأهلي أنت عارف أنه أي بطولة بيتحط فيها هو مطالب يكون في المركز الأول، يحقق المركز الأول، يعني المركز الثاني بالنسبة للنادي الأهلي بيعتبر خسارة يعني، والجماهير ما بتقبلش بيه يعني، ده طوال تاريخ النادي يعني. فالحمد لله أنه الأسبوع الأخير قدرنا نحقق بطولة السوبر، وإنجاز كبير اللعيبة عملته مع الجهاز الفني وكل من يعمل في مجال كرة القدم في النادي الأهلي داخل الفريق الأول يعني، إنجاز كبير بعد جهد أكبر في بطولة كأس العالم للأندية، حققنا فيها البرونزية برضو إنجاز كبير، وإن كنا نطمع أن طبعا نحصل على مركز أفضل أكيد. يعني لكن الحمد لله برضو في خلال 15 يوم أو 16 يوم قدرت تحقق المركز الثالث في أندية العالم، كأس أندية العالم، ثم حصلت على السوبر المصري. فالحمد لله سنة 23 انتهت نهاية سعيدة لجماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله اللي جاي كمان هيبقى أفضل طبعا زي ما أنت قلت بعد الأمم الإفريقية. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر يعني، بطولة برضو البطولة الإفريقية إن شاء الله، ماتش بلوزداد ثم الماتش اللي بعده بتاع ميديما، فإن شاء الله برضو نحقق بطولة إفريقيا في 24 إن شاء الله، والدوري وكل البطولات اللي نخش فيها، لأن للأسف احنا خلاص بقى تعودنا على كده، واللعيبة عارفة وكل من ينتمي للنادي الأهلي عارف، أول ما بتخلص المباراة وبتحتفل شوية بيقول لك فكر في اللي بعد، فكر في اللي بعد، يعني من أيام ما احنا كنا بنلعب وقابلينا ودلوقتي ومستمر النادي الأهلي على طول بيدور على إنجاز جديد يعني، فإن شاء الله بالتوفيق يعني في سنة 24 بإذن الله. الجميل في الأهلي يا كابتن أسامة إن في تواصل أجيال، يعني مثلا مش هبعد شوية بس هتكلم مثلا من جيل التسعينات وبداية الألفية والجيل اللي موجود دلوقتي في آخر 4-5 سنين، كل جيل حسب البطولات اللي بيشارك فيها والحقبة الزمنية اللي بيلعب فيها الأمور مختلفة. أنتوا جيل كنتوا متميزين جدا في فترة إنك بتكسب 7-8 سنين متتالية بطولة الدوري العام، طبعا كان في ظروف عدم المشاركة الإفريقية، فالجيل اللي جه بعديكم مثلا في بداية الألفية الجديدة كان بيكسب أكتر بطولات إفريقيا مع الدوري. الجيل اللي موجود دلوقتي عشان كأس عالم أندية بنظام مختلف شوية، فابتدى برضه يحقق إنجازات مختلفة، دي ميزة الأهلي يا كابتن أسامة أكيد. ما فيش شك، تواصل الأجيال ده يعني حاجة مهمة في أي شغل، في أي قطاع، في 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 أي مكان. في ناس بتطلع تعمل إنجاز سنة أو بطولة والموضوع خلاص يطفي ويعيشوا عليها سنوات وسنوات وسنوات. النادي الأهلي ميزته الكبيرة انه من ساعة ما انشئ والبطولات ابتدت بتلاقي كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، فيه تراكم في الخبرات وتراكم في التطور وتراكم
يعني كل جيل بيكتسب من الجيل اللي قبله مبادئ الفرقه وشكل الفرقه والحصول على البطولات ورفع اسم النادي. فهي عمليه مستمره متسلسله يعني، الحمد لله ما بتتقطعش يعني. أكيد. واذا في فتره بتبقى صغيره قوي بتعدي من غير بطولات ما بتطولش سنه سنتين بكتير، وبتبقى مستغربه يعني. يعني مستغربه داخل جدران النادي الاهلي، مستغربه لجماهيرها، ودلوقتي حتى في الوطن العربي وقاره افريقيا خلاص عرفوا الموضوع ده. يعني حتى وليد فراج في البطوله الاخيره قال طب احنا عايزين نشوف اي حد غير الاهلي نلعبه، يعني يعني خلاص بقى وصلت لمرحله قال لك هاتوا لنا حد غير الاهلي طيب. ايه؟ قال لك هاتوا لنا حد غير الاهلي طيب. يعني خلاص بقى وصلت، هم حتى يعني سواء في كعرب او حتى في افريقيا خلاص عرفوا النادي الاهلي ده هو حاجه على طول لازم البطولات تبقى في دولابه يعني. فالحمد لله هي زي ما انت قلت هي سلسله مستمره ومتراكمه، وكل جيل حسب البطولات اللي دخل فيها تلاقيه حقق نسبه عاليه جدا. زي ما انت قلت احنا مثلا جيلنا مثلا ما كانش فيه بطوله كاس العالم للانديه، صحيح ما حققناهاش، بس هتلاقي كل البطولات او معظم البطولات اللي دخلنا فيها سواء دوري سواء بطولة كاس بطولات العربيه مثلا مش موجوده دلوقتي كتير. كنا احنا على طول في فتره في التسعينات خدنا 4-5 بطولات ورا بعض عربيه سواء ابطال الكاس او النخبه او كده. ف يعني الكونفدراليه مثلا ما كانتش موجوده، كانت موجوده بنظام تاني اللي هو كاس الكؤوس الافريقيه خدناه 3 سنين متتاليه اللي هم 84 85 86 وكان ده كان انجاز غير طبيعي، والنادي الاهلي احتفظ بالكاس في دولابه يعني للابد يعني. فكل جيل حسب البطولات اللي شارك فيها تلاقيه حقق نسبه تعدي ال 75 80% من البطولات اللي بيدخل فيها، وان شاء الله تستمر. والنادي اكيد في تطور، فبنشكر طبعا اكيد مجلس الاداره وبنشكر كل مجالس الادارات السابقه، لانه برضو زي ما اللعيبه والاجهزه في تراكم وتواصل، برضو مجالس الادارات من ساعه ما النادي اتبنى لغايه الكابتن محمود الخطيب ومجلسه تحقيق البطولات والانجازات مستمر وان شاء الله يستمر يعني باذن الله. طيب هختم معاك، وما ينفعش يكون معايا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي وما سالوش على اختيارات روي فيتوريا لمنتخبنا اللي هيشارك في كاس الامم في الفتره اللي جايه. تعليقك على الاختيارات، كان في ردود فعل كبيره جدا على عدم وجود ياسر ابراهيم وحسين الشحات تحديدا، هل شاف الاختيارات منطقيه؟ هل كان ممكن يكون في افضل من ذلك؟ يعني تعليق على الاختيارات وشايف حظوظ منتخبنا ازاي كابتن اسامه؟ اولا بالنسبه لحظوظ منتخبنا ان شاء الله حظوظنا جيده، لان المنتخب المصري في كل البطولات اللي بيشارك فيها او معظمها رقم صعب يعني. يعني يعني منتخب مصر اي منتخب عربي ممكن احنا ما نديش تقدير لمنتخبنا كما يجب، او بنبقى شايفين انه المفروض يبقى افضل من كده. لكن لو انت سالت اي منتخب من المنتخبات العربيه او الافريقيه هيقول لك لا مش عايزين نواجه المنتخب المصري، لانه احنا اكتر ناس حاصلين على البطوله الافريقيه، وتملي حتى في ظروف الضعف او في فترات كثيره من عدم القوة الكبيرة برضه بتلاقيك بتوصل نهائي، برضه بتبقى صعب دور قبل نهائي بتبقى يعني. والدليل على كده ان انت في اخر كام سنة برضه مرتين توصل نهائي، فموضوع يعني ده انا متأكد منه، لان اللعيبة بالذات في البطولات المجمعة بتعيش جو البطولة، تركيزهم جامد جدا أكيد. يعني لو تفتكر 98 مثلا كابتن محمود الجوهري لما الناس كانت رايحة كل الناس حاسة ان قال لك المركز ال 13 خد البطولة، البطولة اللي فاتت محدش كان متوقع وصلت للنهائي وخسرت في ضربات الجزاء من السنغال، وقبليها الكاميرون وصلت النهائي بطولة برضه النهائي. فأقصد انه المنتخب المصري رقم صعب في أي ظروف، فدي أنا ما عنديش شك فيها، ولكن
كنا بنختلف اكيد المدير الفني مستر فيتوريا، نتمنى له كل التوفيق وهو اللي بيقود المسيره ولازم نديله حق الاختيار وكده، وانه في الاخر نشوف ايه اللي هيحصل. ولكن احنا برضو كناس بنتفرج او حتى جماهير او محللين او لعيبه قدام او اي او صحفيين نقاد، بيبقى كل واحد ليه رؤيه. وده على فكره من اول منتخب البرازيل وانجلترا والمانيا لغايه اصغر منتخبات، بيبقى ممكن تكون في رؤيه أكيد. في بعض اللعيبه مختلفه شويه عن المسؤول او اللي ماسك يعني. فانت زي ما انت قلت، انا برضو بالنسبه لي مستغربه جدا ان ياسر ابراهيم ما يكونش في المنتخب. ياسر بيأدي بشكل كويس جدا وفي افضل حالاته، وشفنا في كاس العالم وفي البطوله بطوله السوبر المصري ادى بشكل ممتاز جدا. فانا برضو دي مستغربه. حسين الشحات بيأدي بشكل رائع وعمل موسم كله كويس، وبرضو شفنا في البطولتين اخر بطولتين دول اداؤه عامل ازاي وتطور في ادائه، وبعدين من الهدافين يعني كمان حسين مظبوط، مش بس جناح، اصل ممكن تلعب جناح ومبقاش ليك تاثير على المرمى. لا حسين هداف وبتتوقع منه ان يجيب لك جون في اي وقت. فمستغربه برضو. ايضا انا رغم ان انا دي وجهه نظري، تملي انا من المناصرين والمدافعين على مجدي قفشه، ولكن يمكن ظروفه ان ما لعبش كتير في كاس العالم والبطوله السوبر ممكن دي تكون من اسباب ان هو بعد. لكن مثلا حسين وياسر شاركوا بصوره كبيره وكانوا قادين بمستوى عالي. برضو انا تيجي تشوف واحد زي محمد شريف في الدوري السعودي بيأدي بشكل كويس وبرضه بيجيب اجوان وراجل خطر. يعني في كام اسم كده وفي طبعا اسامي بدون بقى ذكر اكيد متاخده أكيد. انا عندي وجهه نظر فيها بس مش هقدر اقول مين او مين فكل التوفيق ان شاء الله لمستر فيتوريا والناس اللي اختارهم، ونتمنى له انه يرجع لنا بالكاس. دي تبقى يعني انجاز غير طبيعي يعني باذن الله. كابتن اسامه عرابي، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب وكل الشعب المصري بخير يا رب باذن الله. دي كانت مداخله مهمه جدا مع الكابتن اسامه عرابي عشان نتكلم معاه على عام 2023 والتحديات اللي هتواجه الاهلي في 2024، ورؤيه سريعه كده على قائمه منتخبنا اللي هتشارك في كاس الامم. ممكن نختلف في الرؤى مع فيتوريا، ولكن كل الدعم والتوفيق للمدير الفني ولجهاز منتخبنا الوطني. البطولة إن شاء الله من أول يوم لغاية اليوم الختامي هنكون في ظهر منتخبنا، ولكن بالتأكيد الإعلام دوره إن هو يعني يطرح وجهات النظر، يتكلم في الاختيارات، ينتقد. طالما بنتكلم بأمور فنية فبالتأكيد لازم يعني الناس ممكن تسمع لنا في التفاصيل اللي زي دي.